إذن الوضع الاقتصادي الصعب والجميع يتحدث به، خاصة التجار، إن كان تجار ألبسة إن كان تجار في كافة القطاعات. هناك يعني أحيانا رمضان هو موسم لهم، ورمضان يعتمدوا عليه بشكل كبير، خاصة إن كان في ناس بيحسبوها أن رمضان يعني جزء كبير من التزاماته من مصروفه. الوضع الاقتصادي أحيانا هو موسم، يعني طول العام الموسم الأكبر هي الأعياد، وخاصة الآن في رمضان. ولكن مع الوضع الوبائي كيف سيتعامل التجار، وكيف هي ستكون حتى العلاقة في التواصل والتكامل ما بين التجار وغرفة تجارة الأردن وغرفة التجارة والقطاع الخاص مع الحكومة ومع القرارات؟ معنا الحاج أسعد القواسمي، ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن. يعطيك العافية سيد أسعد. أهلا أستاذي الكريم. أهلا فيك. بداية يعني ما هي الاستعدادات؟ إلى أين توصلتم لغاية اللحظة فيما يخص البرنامج وطرق البيع وطبيعة التعامل مع شهر رمضان الكريم؟ يعني بالحقيقة استعدادات التجار دائما لموسم رمضان يكون التجهيزات على أتم استعداد في توفير هذه السلع من الألبسة والأحذية والأقمشة إلى المستهلك بطريقة سلسة وسهلة، وتوفير هذه المواد كلياتها من أجل أنه يكون هناك في حركة شرائية ويكون هناك عدم وجود أي نقص في هذه السلع. وإحنا كالعادة يعني بندخل موسم رمضان وإحنا مجهزين حالنا، وبكون عادة الأمور في طبيعتها، وموسم رمضان يكون هو الموسم الحقيقي الذي يعني يعول عليه التجار ويسد احتياجات التجار ويغطي مصاريفهم والتزاماتهم. وخاصة إذا ما أتى شهر رمضان مع موسم بداية الصيف بكون الأفضل وبكون الأقوى. ولكن هذا العام يعني كما يعلم الجميع جائحة كورونا بلشت شهر 3 العام الماضي 2020، وكان تأثيرها سلبي جدا على القطاع وخاصة في أيام الحجر، وخسرنا الكثير من يعني أعمالنا، وخسرنا كثير من السيولة تبعتنا وتراكم الألبسة والبضائع، وكل هذه الأمور أجت من وراء الجائحة ومن وراء الإغلاقات والحجر. وكنا نتوقع هذا العام أن يعني يكون هناك في تعويض لهذه الأيام السابقة في عملية يعني سهولة فتح ما بعد الإفطار في رمضان، وعملية أن يكون هناك في للحكومة أي دور في عملية تنسيق هذه الأعمال مع القطاع التجاري، وظهور التاجر في صورة يكون فيها مرتاح، ويكون فيها التاجر في هذا الموسم خاصة يقدر يقدم ويوفر ويعوض ما خسره. طيب يعني سيد أسعد، هل أحيانا رمضان أو ممكن الاعتبار بأن رمضان قد يكون هو الفرصة الأخيرة لعدد من التجار للبقاء يعني على قيد الحياة في أعمالهم؟ أكيد يعني هو رمضان إحنا بنعول عليه تعويل كبير في عملية إنه يسد التزامات هذه التجار، وخاصة إنه في خسائر وتراكم بضائع. فرمضان بيعمل على عملية يعني تفريغ هذه البضائع كلياتها إلى المستهلك وبيعها، ويكون هناك في موسم نشيط، في هناك قوة شرائية عالية، في طلب، في تعرف يعني رمضان هو بطبيعته يعني الناس بتكون فرحة مبسوطة بهذا الشهر، بيكون في الأسرة كاملة تتسوق، بيكون الأب حاسب حساب شو بده يصرف على هذه الفترة من الأعياد. كل هذه إحنا اليوم إذا ما تم فتح هذا القطاع ما بعد الإفطار سنفتقد كل هذه الميزات وسنرجع إلى الوراء، بحيث أنه يكون تأثير سلبي على التاجر وعلى نقدر نحكي موارده، على عدم تصريفه للبضائع، على تراكم الأصناف هذه كلها عنده، عدم وجود سهولة. كل هذه بتأتي لا سمح الله إذا ما تم الحظر لبعد نقدر نحكي 15/5 كما أعلنوا، أو أنه عدم وجود فتح بعد الإفطار. هذه كلها بالنسبة لنا معيقات، وهي باعتبار أنه زي ما تفضلت يعني بيحكموا على هذا القطاع بالإعدام. طيب يعني سيد أسعد، مثلا قطاع المطاعم وجدوا له حل في موضوع الدليفري والتوصيل وغيره، هل ممكن هناك أي حلول أخرى قد تجدها الحكومة، أم لا يوجد أي حل إلا أن يتم فتح المحلات بعد رمضان بعد المغرب؟ بتعرف أخي العزيز يعني حجم قطاع الألبسة حجم كبير، وفي مؤسسات صغيرة ومؤسسات متوسطة ومؤسسات متناثرة في المحافظات والقرى وإلى آخره، فلذلك لا يستطيع إحنا قطاعنا أن يعمل عملية الدليفري وعملية البيع الإلكتروني، وإن كان موجود يعني في بعض الشركات، ولكن
يعني ليس بشكل واسع ومتوسع، لذلك ما عرضوا علينا هذا الحكي أو الفكرة كفكرة يعني، وإحنا قلنا إنه هذه الفكرة لا تخدم أكثر من 10% يمكن من هذا القطاع. لذلك يعني وجدنا إنه من الصعوبة إحنا إلا يكون هناك في فتح لهذه القطاعات، وخاصة إحنا مطلبنا يكون الفتح يعني بفترة زمنية واسعة، يعني في هناك مساحة واسعة من 9 إلى 1 مثلا بعد الإفطار، على أساس ما يصير تزاحم ما يصير اضطراب، وإحنا نطلع بصورة جيدة في عملية إنه يعني المتسوق يكون مرتاح ويكون في هناك وقت للتسوق. يعني نحكي اليوم إحنا بطبيعة رمضان الناس تسهر مرات للفجر، من الصعوبة تنزل وتتسوق. نعم حاج أسعد تفضل. طيب الآن هل أنتم أو تطالبون بأن يكون يعني هناك كان مطالبات بأنه أقلها من نصف رمضان، هل هذه مطالبة أو هذا متوقع أم أن المطالبات هي من بداية رمضان؟ لا إحنا يعني مقدرين يعني المنحنى الوبائي كيف هو، ومقدرين أنه يعني يكون هناك في إن شاء الله يعني من هون 10-15 يوم يكون في المنحنى في عملية انخفاض، فقدرنا انه احنا نكون يعني ناخذ جزء علينا وجزء على الحكومه، في حيث انه طالبنا انه يكون ب 15 رمضان اقل ما فيها انه نفتح، بحيث انه ان شاء الله يكون يعني المنحنى الوبائي منخفض ويكون الترتيب بالنسبه للحكومه مقبول. فلذلك يعني عدم يعني اعلان انه والله في متنفس لهذا التجار هو باعتبار اعدام لهذول التجار اللي مش قادرين يعني شكلوا التزاماتهم، مش قادرين يعني يكون هناك في عملية بيع بانتظام. اليوم دوامنا كله بالنهار ما بيكمل 5 ساعات، الناس بتكون كمان مش مرتاحة لأنه كمان في هناك بتعرف ازدحام بيكون صحيح. بين ما تفتح وتشكر ليس سهلا، وبعدين كمان الناس اهتمامها الأيام هاي كلياتها على المواد الغذائية والمواد المستلزمات الأسرة، ما في ناس قاعدة بتصرف على الألبسة، لذلك بتشوف السيولة كلها ذهبت إلى هذه المواد التموينية وإلى آخره. طيب الحاج أسعد القواسم ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة في غرفة تجارة الأردن، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.